طور النادي الاهلي قد ايه؟ مش عايز اقول البطولات لان المجلس السابق مشارك في هذه البطولات زي ما هو قال النهارده وشكر المجلس. ما هو ده صحيح. ما هو ده ما هي دي الاخلاقيات. ما هي دي اخلاقيات النادي الاهلي. انك لا تنكر عمل الاخر، وبعدين طالما تعمل في العمل العام لازم تصيب وتخطئ، شيء طبيعي، خد بالك. لكن لما الخطيب ومجلس ادارته، وهو بعدين خلي بالك هو لما مش بيتكلم مش بيقول انا، مش بيقول الخطيب، لا ده مجلس الاداره. مجلس ده انكار طول الوقت ذات. بيقول مجلس الاداره النادي الاهلي الجمعيه العموميه. نعم انكار صحيح. ذات صحيح. انكار ذات زي ما هو قال النهارده ان كل واحد شبابنا المحترم اذا كان خالد الدرندلي ولا مرتجي ولا الجرحي ولا محمد الضماطي ولا مهند والمجموعه كلها يعني مع حفظ الالقاب للجميع، كل اعضاء مجلس محمد مهندس محمد وكابتن جوهر والكابتن رايان الدكتوره رايان كل الناس اللي الكابتن الخطيب قال حتى مقلين جدا في الظهور اعلاميا عشان لا هو مش حته مقلين هي دي السياسه وده النظام، ان ده اللي ده اللي اتربينا عليه من زمان. يعني حسن حمدي طلع كم مره في التلفزيون على مدار عمره ده كله في النادي الاهلي؟ كابتن صالح طلع كم مره؟ حتى المهندس محمود طاهر طلع كم مره؟ ما هي هو ده النادي الاهلي، انك لازم تعمل طالما الجمعيه العموميه جابتك لازم تعمل. في نقطة مرتبطة بكلامك كابتن مصطفى، سأل عنها كابتن الخطيب أو طلب بيها النهاردة الوسط الرياضي، قال يا جماعة على مستوى اللي منتمين للنادي الأهلي أو اللي محتكين بالنادي الأهلي وأخباره وكيانه بشكل عام، قال أرجو إن الكل يتواصل معانا، مش عايزين مجموعة تبقى خارج الإطار ومجموعة منتقدة ومجموعة معارضة، قال عايزين الكل يتكاتف. وعلى مستوى الوسط الرياضي كله قال مش وقت مشاحنات يا جماعة، مش وقت انتقادات، عايزين نتكامل. هو أنت متخيل إن أنا علاقتي بالخطيب إن أنا مش بنتقد، إن أنا مش بتكلم معاه، بتكلم ومعاه بقول كذا ونختلف نتفق، لا ده ده لا ده كذا وده كذا وده كذا، ده شيء. ما هو دايما لما تحب حاجة ما تبقاش وان واي، ما تبقاش شايف الغلط وتسكت، العكس يبقى فيه آراء كتيرة، لازم آراء. وهو قال إيه النهاردة؟ إن الناس بتوع المجلس كل واحد أدلى بدلوه وفي آراء مهمة هنضيف ليها. هل ده يقلل من الإخوة الأعزاء أعضاء مجلس الإدارة؟ خلي بالك العامل الفاروق ده كمان، العامل الفاروق ده داهية، العامل الفاروق داهية في الإدارة، داهية داهية. يعني اختياراته، أنت عارف أنا اطمنت إمتى؟ لما أعلن المجموعة بتاعته، لأن كل واحد كيان. محمد الجرح ده، محمد الجرح ده في يوم من الأيام هيبقى رجل اقتصاد عالمي وهيبقى رجل من رجال الدولة، يبقى افتكر قول مصطفى يونس قال.